حياكم الله مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم في استوديو اليرموك وننتقل الى ملف جديد. هذا الملف هو عباره عن يعني تحضير حكومي لاعتماده من قبل وزاره العمل. بتعرفوا لما يتم استخدام عماله وافده بيكون في تصريح، والعامل الوافد بيكون تابع ل يعني مواطن اردني بالنهايه في تصريح عمله. الان في توجه اسمه ان يكون هناك تصريح العمل الحر، يعني يكون العامل من أي دولة كان ما له أي تبعية لصاحب العمل، وإنما يكون هذا التصريح خاص فيه وممكن يعمل في بعض القطاعات. الآن رح نتعرف ما هي هذه القطاعات، ما هو التوجه الحكومي، كم ستكون رسوم هذا التصريح. هذا هي خطوة إيجابية ولا خطوة سلبية؟ إيش الإيجابيات والسلبيات، المحاذير منها؟ الحقيقة حابين نطرح هذا الموضوع للنقاش، واسمحونا للحديث عنه أن نرحب بالخبير في قطاع العمل والعمال ومدير بيت العمال الأستاذ حمادة أبو نجمة. أستاذ حمادة مساء الخير. مساء الخير يا هلا شباب. تحياتي أستاذ حمادة. يعني من خلال خبرتك واطلاعك يمكن خلال كل السنوات الماضية وتنظيم سوق العمل وخاصة العمالة الوافدة في الأردن، كيف تقيم خطوة وزارة العمل في التوجه نحو التصريح الحر؟ شكرا لكم. أكيد موضوع التصريح الحر هو له جوانب إيجابية وجوانب سلبية، ويعتمد الأمر على طريقة تطبيقه. يعني بما معنا احنا في سنوات سابقة الحكومة جربت تصريح العمل الحر بشكل مفتوح منفتح اكثر، بمعنى انه كان يسمح للعمال الوافدة في فترة يعني سنوات في بداية 2000 سمح للعمال الوافدة بالحصول على تصريح عمل حر، وبشكل خاص العمال المصرية بكفالة سفارة مصر. نعم. وكانت الفكرة أنه يكون العامل المصري له الحرية في العمل في أي مهنة وفي أي قطاع ولدى أي صاحب عمل، ولكن طبعا باستثناء المهنة المغلقة أمام العمال الوافد اللي حاليا حوالي 17 مهنة تقريبا. هذا الأمر جرب في تلك الفترة وكان له أثار سلبية عديدة، من أهمها أنها أثرت كثيرا على فرص عمل الأردنيين، وكان لها وشكلت فوضى في سوق العمل، لأنه كان العاملين الوافدين لهم الحرية الكاملة مجرد أنه يحمل تصريح عمل أنه يعمل في أي مكان وبدون أي تقييد، وهذا أثر كثيرا على فرص عمل الأردنيين، وكان هناك أيضا مشاكل في ضبط هذه العمالة ومراقبة ومتابعة التزام هذا القانون. نعم. وعدم عملها في المهن المغلقة. الآن الفكرة إذا أريد لها النجاح يجب أن تكون أن تعتمد على أسلوب مختلف، يعني ولازم نستفيد من التجربة السابقة بالضبط. رغم أنه التجربة السابقة هي قديمة شوي، يعني من أكثر من تقريبا 20 سنة، هذا يتطلب لأنها كانت تجربة يعني وحيدة في منذ في تاريخ المملكة. الآن في هذه المرحلة بالتحديد لدينا صعوبات، احنا بنعرف أنه في عنا ارتفاع في معدلات البطالة، متعطلين عن العمل يصل عددهم إلى حوالي 350,000 تقريبا. لدينا مهن واعدة من الممكن أنه استغلالها لتشغيل الأردنيين، وفي نفس الوقت لدينا عمالة وافدة بأعداد كبيرة غير منتظمة غير ملتزمة بالقوانين، تقدر بحوالي تقريبا 500,000. العملية يجب أن لا يكون الهدف فقط أنه إحنا نضبط هذه العمالة ونخليها تلتزم بإصدار تصريح عمل مهما كان تصريح العمل هذا، لا، الأصل أنه الأولى من التزام العمال الوافدة بتصريح العمل أن يكون مراعاة لعدم تأثيرها على فرص عمل الأردنيين. فمن الممكن أنه نستخدم هذه الوسيلة ليلتزم العمال الوافدين بفتح تصريح عمل ولا بتصريح مفتوح بدون أي قيود، وهذا يعني بدر علينا فلوس ولكنه يكون له أثار صعبة جدا على سوق العمل وتأثير كبير على هو لغاية الآن التسريبات أنه سيكون بقطاعات معينة محددة تلزمها أصلا عمالة وافدة ولا مفتوح؟ الفكرة الأفضل هي أن يكون محدد بقطاعات محددة، وإحنا يمكن أكثر قطاعين ممكن أنه يعني يتم تفعيل هذا التصريح ما يسمى التصريح الحر
هم قطاع الزراعه وقطاع الانشاءات اللي بيشغلوا نسبه كبيره من العمال الوافده، ولكن حتى فيها في هذا القطاع لازم يكون هناك تقييد ايضا للعماله الوافده فيهم، بمعنى انه في قطاع الزراعه مثلا وقطاع الانشاءات يتم اختيار مهن محدده يمكن تشغيل العماله الوافده فيها، ويصدر التصريح باسم المهنه نفسها المحدده وليس بالمطلق، بمعنى ليس عامل زراعي ونقطه كما فعلنا بالنسبه للعماله السوريه مثلا، لانه كان في هناك تحتم علينا ان نصدر تصريح عمل زراعي للعماله السوريه. شو البديل؟ انه يكون في تفصيل يعني انه يكون في تحديد لمهنه محدده في داخل قطاع الانشاءات. زي ايش أو مهنة مثلا؟ محددة يعني ما عامل بطون، عامل تحميل وتنزيل، عامل. هاي شو اهميتها عفوا استاذ حماده؟ اهميتها انها لا بيتم اختيار المهن اللي لا تؤثر على الاردنيين، يعني في قطاع الانشاءات، قطاع الانشاءات المهن فيه واسعه وعديده، يعني من يعني حتى تصل الى مرحله النجار والحداد والموسرجي والكهربي وغير ذلك، هي كلها مهن يقبل عليها الاردنيين، وحتى اذا ما كان في اقبال ممكن تشجيع الاردنيين عليهم. في تدريب للموضوع للعماله الاردنيه للدخول الى هذا السوق مش هيك؟ بالضبط. ولهذا السبب اذا قيدنا عمليه الحد التصريح الحر في مهن محدده يتم اختيارها بدقه بحيث لا تؤثر على فرص عمل الاردنيين ستكون الفكره ناجحه، بمعنى انه العامل الوافد ممكن ان يعمل في المهنه اللي يصدر فيها التصريح ويحدد في التصريح مهنته، ويتاح له التنقل من قطاع الى من صاحب عمل الى اخر، يعني ممكن اليوم يشتغل في ورشه وبكره يشتغل في ورشه اخرى بهذا التصريح بدون اي قيود كما هو الحال حاليا. الوضع الحالي بسبب مشكله للعمال الوافده خاصه في الاعمال اللي غير مستقره، يعني هم نعرف ان الزراعه ما في مشروع زراعي ممكن يكون على مدى السنه كاملا فيه شغل، صح. يعني ممكن العماله تشتغل بمواسم محدده وبعدها ما يكون فيها اعمال، وبالتالي ممكن ان نتيح للمجال للعامل الوافد بان يعمل طوال السنه متنقلا من صاحب عمل الى اخر حسب حاجته، يعني مثلا في الزراعه في ممكن يشتغل في فتره معينه في الاغوار وفي مرحله اخرى في منطقه المفرق مثلا او في منطقه حسب حاجه السوق. وهذا بيعطي مرونه اكثر للعمال الوافده واستفاده اكثر من جهودها، لانه احنا لا ننكر انه وجود العمال الوافد ايضا في بعض المهن والقطاعات مهم، صح. ولا يمكن الاستغناء عنه. هذا التنظيم يعني في بعض الاحيان بيكون في منافسه، في بعض الاحيان بيكون ما في بديل، وهذه الفكره بالانظمه انها تنظم هذا العمل. كم متوقع انه يكون في رسوم يعني وبالتالي ايرادات للدوله استاذ حماده؟ سمعت انا انه الرسوم رح تكون مرتفعه، يعني هي ما أعلن، يعني هو حتى الآن لم يصدر تأكيد من الحكومة حول هذا الكلام، يعني ما أعلن عن أنه التصريح سيكون ما بين 2000 إلى 2500 دينار سنويا، يعني هو مبلغ يبدو مرتفع شوي. وإحنا الهدف أنه نشجع المخالفين العمال الوافد عشان يصير في داتا للدولة، مش هيك؟ يعني بصير في داتا لكل العمال، إحنا بنحكي عن 600 ألف يمكن غير يعني في الأرقام. الأرقام هي ليست مؤكدة، كلها أرقام تقديرية للأسف، يعني لأنه مع بسبب عدم وجود قاعدة بيانات موحدة، لأنه للأسف حتى الآن ما زالت قاعدة البيانات يعني مفتتة بين المؤسسات الحكومية ما بين وزارة العمل والأقام والحدود والجهات الأخرى، ولهذا السبب ما في رقم دقيق حتى نتأكد من خرج من المملكة من عاد. بس عفوا انا بدي افهم شغله استاذ حماده، يعني الان بتصير علاقه العامل بالوزاره مباشره، يعني بصير له هويه معينه انه انا عامل حر عندي تصريح حر، وين ما مثلا بالشارع باي مكان اذا كان في ضبط للعماله غير القانونيه بيطلع هويته انا هيك عامل حر هيك تصريح حر. نعم، هو التصريح يشار الى انه تصريح حر، ولكن يحدد، يعني هذا الافضل ان يحدد في مهنه محدده، تصريح حر في مهنه مثلا عامل بطون مثلا، او في مهنه الري في الزراعه مثلا او ما شابه. هذا التصريح حسب القانون الاصل، القانون لا يسمح بان يكون هناك اي عامل يعمل بدون صاحب عمل. وهذه معضله قانونيه ممكن تجاوزها كما فعلنا بالنسبه للعماله السوريه عندما سمحنا لهم أن يعملوا وأن يكون كفيلهم، بمعنى بمثابة صاحب العمل هو الاتحاد العام لنقابات العمال مثلا.
وممكن تطبيق هذه الفكرة إما بالاتحاد العام لنقابات العمال أو اتحاد المزارعين أو نقابة المقاولين أو أي جهة أخرى بتم التعاون معها لتكون بمثابة صاحب عمل حسب القانون حسب متطلبات القانون، وبتم التعاون معها بين الوزارة وهذه الجهة على إصدار التصريح وضبطهم يعني وتنظيم قوائم فيهم لمتابعتهم فيما بعد في السنوات التالية للتجديد ومتابعة شؤونهم. نعم جميل جميل. يعني في يعني تفاصيل الحقيقة مهمة، ولكن واضح انه يعني المعلومات ليست كافية او يعني مش هي الحكومة قدر. حتى الان الحكومة حتى الان تعمل على دراسة النموذج الصحيح والافضل للإعلان عنه. يعني يجب أن نعرف بأنه حتى الآن هي مجرد أفكار. نعم. ونحن حاولنا قدر الإمكان أنه نعطي الخلاصة اللي ممكن تعطي المشورة الصحيحة واللي ما بإلها آثار سلبية لهذا لهكذا قرار، لأنه عملية التصريح الحر عملية ليست سهلة لأنه تتطلب متابعة وتدقيق. وأنا أعتقد أنه كمان يجب أن يواكب هذه العملية حتى نضمن أن تكون إيجابية، أن يكون هناك تنظيم دقيق لمتابعة الأعمال الوافدة اللي بيتم إصدار تصريح العمل لها، سواء حتى في التصريح الحر أو غيره. يعني مثل عملية إصدار البطاقة المغلقة اللي كنا إحنا خصصناها في مرحلة من المراحل مخصصات لإنجازها. التصريح المغناط يعني أنه هناك رقم كود محدد من خلاله ممكن نحدد كل تفاصيل وسيرة العامل في داخل المملكة، وإذا كان ملتزم أو مخالف أو غير ذلك. ممكن زي الهوية الأردنيين البصمة عين تعطي كل التفاصيل سواء في المطارات أو في بالضبط، ويرتبط فيها رقم شبيه بالرقم الوطني للأردني، رقم خاص بالعامل الوافد. يعني يكون مستقر هذا الرقم معه دائم. يعني عفوا في شغلة يعني أستاذ حمادة، التصريح الحر رح يكون خاص بالعمالة غير المنظمة في داخل الأردن، ولا رح يصير فيه استقدام من الخارج أيضا، ولا مقتصرة فقط على الداخل؟ هو الهدف الرئيسي تنظيم من هو موجود على أرض المملكة. هذه الفكرة الرئيسية، لأنه إحنا بدنا نحاول يعني فكرة الحكومة أن تعمل على حل مشكلة المخالفين اللي هم أعدادهم كبيرة وتشجيعهم على القانون. يعني ممكن على الأقل أول سنة لو كانت رسوم منخفضة عشان تضمن الداتا الدولة يعني، وبعدين إذا صار في داعي لرفع. يعني أنا أعتقد إنه يفضل أن نكون أن لا تكون رسوم مبالغ فيها، يعني لأنه إحنا نحكي عن رسوم حالية ما بين 500-600 دينار، لما تصير ل 2000-2500 أكيد هذا ما راح يشجع وما راح يؤدي النتيجة اللي احنا نطمح لها. بصير يشجع العامل على المخاطرة، انه انا اشتغل غير مرخص، اذا ما سكت بدفع غرامة معينة وبمشي الحال يعني بالنهاية اذا كان مبلغ كبير. بالضبط. لا، في توجه للحكومة ان ترفع الغرامات، ولكن هذا بحتاج الى تعديل قانوني. يعني والغرامه زي ما بنعرف هي الغرامه على صاحب العمل وليس على العامل للعلم يعني. وهذه ستكون معضله بالنسبه للتصريح الحر. لأن انا سمعت من 250 ل 10,000 صح؟ هيك الرقم اللي حكى مع الوزير. هذا مجرد يعني اقتراحات. يعني لم يصدر فيها، وزي ما حكينا هي بدها تعديل قانون، وبالتالي بدها تكون ننتظر مجلس الأمة ينعقد، لأنه أكيد في الدورة الحالية مش في الدورة الاستثنائية ما راح يعرض عليه هذا القانون، مش ضمن القوانين المعروضة، وبالتالي راح ننتظر للبرلمان الجديد إذا حصلت انتخابات مثلا، وهذا راح يأخذ وقت طويل. وزي ما حكينا وبرجع بأكد بأنه الغرامة هي على صاحب العمل وليس على العامل، وإحنا بنعرف زي ما ذكرت قبل قليل بأنه التصريح الحر يعتمد على عدم وجود صاحب عمل مباشر. نعم. صاحب العمل المقترح هو صاحب عمل ممكن نعتبره صوري، اللي هو كاتحاد العمال او نقابه المقاولين او غيرها. ولا يجوز ان نحمله اعباء المخالف، معنى اذا خالف العامل التزام لا يمكن انه نغرم هذه النقابه وهذا الاتحاد اللي هو تطوع للخدمه. نعم نعم جميل، معلومات مهمة استفدنا منها بشكل كبير جدا. شكرا لوقتك أستاذ حمادة، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به، الخبير في قطاع العمل والعمال ومدير بيت العمال الأستاذ حمادة أبو النجمة، شكرا جزيلا. يعني لكل المهتمين في موضوع العمال الوافد اللي عندهم قطاعات سواء إنشاءات أو زراعة ونفس العمال الوافدين إذا بيتابعونا، يعني هذه تفاصيل الحقيقة الخاصة
بموضوع التصريح العمل الحر المفروض الأسبوع القادم يعرض على مجلس الوزراء وبعدين يبدأ بالمراحل التطبيق إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، نذهب إلى وقفة قصيرة ثم ملف جديد.